الشعب البحريني قدم نموذجا رائعا في الصمود والثبات والصبر ومطالبته بحقوقه المشروعة، حيث أنه حافظ على مدى هذه السنوات على ثورته السلمية بعيدا عن أي شكل من أشكال العنف، وهو يطالب بحقوقه المشروعة وما زال ثابتا على مطالبته بهذه الحقوق وثابتا على ثورته رغم كل القمع الذي مارسه النظام البحريني المجرم ضد هذا الشعب وضد علمائه وضد شخصياته وقياداته البارزة التي تصدت لهذه الثورة وطالبت بحقوق شعبها البحريني. نحن نتصور أن النظام البحريني قد حسم أمره بشكل كامل بالانحياز إلى قوى الاستكبار العالمي وبالتحالف مع الكيان الصهيوني المجرم ومع النظام السعودي في قمع الشعب البحريني، الشعب البحريني الذي يريد العزة والاستقلال للبحرين والخروج من الهيمنة الأمريكية والغربية والصهيونية لدولة البحرين العزيزة. لذلك فإن النظام البحريني مارس كل أشكال الإجرام والقمع ضد علماء وضد قيادات وضد الشعب البحريني، ولكن الشعب البحريني بصموده قد أذهل الجميع وقد فاجأ النظام البحريني ومن يقفون خلف هذا النظام من خلال صموده وصبره وثباته وتمسكه بحقوقه المشروع. أمريكا وإسرائيل والسعودية وكثير من دول هذا العالم يقفون إلى جانب هذا النظام المجرم في قمع الشعب البحريني الذي يريد العزة والاستقلال والحرية، والذي يريد أن يكون عزيزاً فوق أرضه، والذي يريد أن تكون البحرين دولة مستقلة صاحبة قرار وصاحبة إرادة وتبني مستقبلها بنفسها وتخرج من تحت الهيمنة الأمريكية والصهيونية. لذلك فإننا لا نتفاجأ عندما نرى أن أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي يقدمون كل أشكال الدعم للنظام البحريني المجرم في قمع شعبه البحريني. الشعب الفلسطيني المظلوم والمستضعف يوجه كل التحية للشعب البحريني الذي يعيش الآن الظلم ويعيش القمع من هذا النظام المجرم ويعيش التآمر من قوى الاستكبار ومن دول عربية متحالفة مع قوى الاستكبار ومع الكيان الصهيوني. نحن نقول للشعب البحريني، نحن وأنتم في خندق واحد، في خندق المواجهة مع إسرائيل وفي خندق المواجهة مع قوى الاستكبار ومع كل الأنظمة العربية الرجعية التي تريد أن ترهن هذه الشعوب ومقدرات هذه الشعوب ومستقبل هذه الشعوب وهذه المنطقة لصالح أمريكا وإسرائيل. مع الأسف الشديد فإن النظام البحريني كان في طليعة الأنظمة العربية التي صارعت في التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم وفي المشاركة في المؤامرة من أجل تصفية القضية الفلسطينية ومن أجل تمرير ما يعرف بصفقة القرن. وهذا يدل على أن كل ما يقوم به النظام البحريني المجرم إنما هو بأوامر أمريكية وإسرائيلية وسعودية من أجل قمع الشعب البحريني المظلوم والمحق في مطالباته المشروعة من خلال هذه الثورة التي استمرت 7 سنوات، ونحن في اعتقادنا أنها سوف تستمر حتى يحقق الشعب البحريني العزة والحرية والاستقلال.